تكملة لأصوات السام الليد. حلو الصوت. عندكم أصوات الباد. أصواتها وايد جميلة الام اكس. طبعا قبل اول ما نزل كانت قيمته 5800، الحين 4100 مع الضريبة. كنبزات هاي اصوات طبعا اسمها اللي هي اللي. وهاي كل الاصوات اللي موجوده. وفي درام كيت، طبعا درام كيت موجود عندك حوالي كم 61 درام كيت، 61 درام كيت، يعني كل شيء، حتى العربي فيه بعد، حتى العربي فيه موجود، حتى العربي. هذه الإيقاعات العربية. نوع واحد اسم العربي ميكس، بس حاطين لك عربي ميكس. عندك البيلي بعد هذا، العربي الثاني، هذا النوع الثاني. عندك الدانس، سينثسايزر، البوب، كل شيء. هذا هو مواصفات الـ MX61. طبعا في الاوت وفي كل شيء. نشوفها من الخلف. في عندك الفلاش ميموري، عندك الميدي، عندك التو هوست يو اس بي، عندك الفلاش وهذا، عندك السوستين، عندك الكنترول فوتس، عندك الاوتبوت، عندك الاويو اكس ام، وهذه طبعا البونوز اللي هي السماعات. هذا هو شكله مثل ما راويتكم. والى اللقاء مع نقله ثانيه وكيبورد ثاني، معلومات ثانيه. شكرا.